مرحبا لكل أصدقاء وصديقات القناة. فيلمنا اليوم راح نتعلم طريقة تزيين إطار صورة باستخدام عجينة السيراميك البارد، وراح يكون هذا العمل بمثابة هدية بمناسبة الإيستر أو عيد الفصح. طبعا بالنسبة لكم ممكن أنتوا تطبقوا نفس الفكرة بتزيين إطار، أو ممكن تحولوها على شكل لوحة، فهذه بعد تبقى أنتو ورغبتكم. فالمواد اللي راح نحتاجها هو إطار صورة وعجينة السيراميك البارد. يلا نبدأ العمل. فأول خطوة أنتو راح تشوفوني أني أستخدم قواطع. بالنسبة لهذه القواطع أني راح أستخدمها فقط للحصول على ثلاث حروف من كلمة إيستر. وبالنسبة لقطع الخشب هذه تلاحظوها، هذه ممكن تستخدمون هذه الطريقة بأنه تأخذون قطع خشب متساوية بالسمك وتبدون تفتحون العجينة بالطريقة اللي شاهدتوها. بهذه الحالة راح تضمنون أنه تحصلون على الحروف يكون سمكها متساوي. فهذه الطريقة أنا دائما أستخدمها للحصول على سمك واحد. المهم، فمثل ما ذكرت راح أقطع ثلاث حروف باستخدام القواطع، أما الحروف الباقية لهذه الكلمة راح أحاول أقصها باستخدام الشفرة. فبعد ما كملنا هذه الحروف الآن راح نكمل الحروف الباقية، وراح تكون طريقة قصهم بالشكل اللي تشاهدوه. وهذه الحروف راح يكون سمك العجينة خفيف، لأنه احنا أصلا راح نستخدم لها قاعدة. القاعدة راح تكون سميكة بحيث يصير مستواها متساوي مع سمك الحروف الثلاثة الأولى. هنا تلاحظون انه احاول اكمل الحروف الباقية بحيث تكون متساوية مع هذا الحرف بالحجم. وهنا راح استخدم لهذا الحرف قاعدة. القاعدة راح تكون بشكل مربع. هذه القاعدة راح يكون تقريبا سمكها تقريبا يكون مساوي للحروف الثلاثة الأولى، بحيث راح يصير كل هذه الكلمة أو كل هذه الحروف ارتفاع واحد. فهنا بعد ما كملت الحروف ورتبتها بهذا الشكل، تلاحظون أني وضعتها على قطعة سفنج، لأنه وضعها على قطعة سفنج راح يسهل بعملية الجفاف من الجهتين، يعني ما راح تلتصق بالسطح اللي أتركها عليه، فهذا يساعد على الجفاف. وأثناء ما أتركها لحد ما تنشف راح أحاول أنه أزين هذه الحروف، يعني ما راح أتركها بهذا الشكل. فهنا أنا أستخدم هذه القطع الخشب، أستخدم نهايات قطع الخشب. ما موجودة عندكم مثل هذه القطع، ممكن تستخدمون قلم الرصاص نهاية القلم وتعملون بنفس الطريقة. يعني التلوين راح يكون مجرد انه تلونوها بألوان الأكريليك بطريقة التنقيط، والنقاط هذه راح تكون بأحجام مختلفة بالطريقة اللي شاهدوها. وبعد ما أكمل تزيين هذه الحروف راح أتركها لحد ما تنشف، يعني تتركوها ممكن تتركوها لمدة يوم، أو ممكن تلصقوها بنفس الوقت على سطح المكان اللي تريدون تزينوا بها. فالمهم
هنا راح أكمل التلوين وبعد ذلك أبدي أشتغل بالإطار. فهنا أنا راح أستخدم هذا الإطار وراح يكون ترتيب هذه الحروف بهذا الشكل على الإطار. يعني أنا كان بإمكاني من البداية أصبغ الإطار أو ألونه باللون اللي أحبه وألصق هذه الحروف مباشرة على الإطار، لكن بصراحة أنا ما يعني ما كنت مفكرة إنه راح أستخدم هذه الحروف بهذا الشكل، لكن بعد ذلك غيرت رأيي. فالمهم اللي راح أسويه إنه أقوم بتلوين هذا الإطار. هنا بعد ما كملت تلوين الإطار باستخدام هذا اللون، يعني هذه تبقى أنتوا رغبتكم واللون اللي أنتوا حابين تستخدموه. فالخطوة التالية أنه أقوم بلصق هذه الحروف في هذا المكان. الآن يجي دور عمل الأرنب. راح نحتاج عجين سيراميك باللون الأبيض لعمل الأرنب. فهنا أول شيء نعمل كرة وتحولوها بشكل بيضوي، هذه راح تكون للجسم. وبالنسبة للرأس أيضا تعملون كرة وتحاولون أنه تقارنون حجم الكرة كرة الرأس مع الجسم بحيث تكون متناسبة. أو بالنسبة للعيون ممكن ترسموها رسم أو ممكن بهذه الطريقة وهي استخدام هذه النمنم الأسود. وبالنسبة للفم والأنف راح تحتاجون كرتين تكون بأحجام متساوية وصغيرة، هذه راح تكون بمكان الأنف والفم وتلصقوهم على الوجه بهذا الشكل. وبالنسبة للفم تأخذون كرة بحجم صغير وتثبتوها بمكان الفم. هنا أنا استخدمت عيدان الأسنان لتثبيت الرأس بالجسم. هذه الخطوة مو مهمة لأنه إحنا أصلاً يعني هذا الأرنب راح نلصقه على سطح الإطار، فما راح تحتاجون عيدان الأسنان. الآن عمل الأذن. طبعا لما تعملون الأذن الأرجل الأيدي بما أنه راح تحتاجون كرات اثنين، دائما حاولوا أنه تعملون الكرات بنفس الوقت وتقارنون بالحجم بحيث تكون الأحجام متساوية. وإذا عندكم ميزان فراح يكون أفضل، يعني أنه تقيسون وزن الكرات يكون وزن متساوي بحيث راح يكون العمل متساوي. واللي ما عندها ميزان عادي ممكن تعملين كرتين ويعني تقارنين الحجم بين الكرتين. فالمهم هذه هي طريقة عمل الأذن.
الآن بديت بتثبيت الحروف. طبعا راح استخدم الغراء أو الصمغ العادي وألصقهم على سطح الإطار، وراح يكون تثبيتهم بالشكل اللي تشاهدوا، لأنه راح أحتاج أنه أثبت الأرنب وأبدي أشتغل بالأرجل والأيدي. فمثل ما ذكرت سابقا، لعمل الأرجل تحتاجون كرات، وتكون الكرات بأحجام متساوية، وطريقة عمل الأرجل والأيدي راح تكون متشابهة بهذا الشكل. يعني لو تلاحظون أني بالنسبة لهذا الأرنب ما لصقته على السطح لحد ما أحصل على يعني الشكل اللي أحس به أنه يكون مناسب وينطي جمالية للعمل قبل ما أبدي باللصق. يعني أحاول أغير بالأرجل طريقة الجلوس لحد ما أحصل على النتيجة اللي أحبها، وبعد ذلك أبدي باللصق. الخطوة التالية راح أقوم بعمل جزرة، فتحتاجون عجين يكون باللون البرتقالي، وطريقة عمل الجزر راح تكون بهذا الشكل. وراح نحتاج عجين باللون الأخضر لعمل أوراق الجزر، راح تكون الطريقة بهذا الشكل. بالنسبة لهذه الجزرة يعني أنا راح أكملها، لكن اللي راح أسوي أنه أكملها وألصقها وأتركها لمدة، يعني ممكن تتركوها لساعة ساعتين لحد ما أحس أنه نشفت، وبعد ذلك أبدي أثبتها على هذا الأرنب. هو دائما لما أعمل أي عمل وأحتاج أنه أتركه لحد ما ينشف، الشغلة اللي أسويها أنه أقوم بعمل جزء آخر من هذا العمل نفسه، يعني أستغل فترة انتظاري بأنه أعمل شيء آخر، لأنه هي يعني الشغل بعجين السيراميك يحتاج أنه يكون بخطوات، وقسم من أو أجزاء من العمل ممكن تحتاج أنه تتركوها لمدة لحد ما تنشف، وبعد ذلك تبدون تشتغلون بها. فهنا أنا بديت أشتغل بعمل عصفور صغير باللون الأصفر،
هنا أنا استخدمت عجين اللون البرتقالي لعمل المنقار. وأيضا استخدمت نفس الخرز أو النمنم الأسود لعمل العين. الآن بعد ما تلاحظون أنه الجزرة تقريبا نشفت، راح أبدي بعمل الأيدي وألصق الجزرة على جسم الأرنب باستخدام الأيدي. طريقة الأيدي راح تكون مشابهة لطريقة الأرجل. هنا أنا عندي هذه حروف صغيرة اللي عملت منها كلمة happy، فراح أصير happy Easter. بالنسبة لهذه الحروف أني يعني استخدمتها أو عملتها باستخدام هذا النوع من القوالب الخاصة بعمل الحروف. طبعا اللي ما عندها قوالب لعمل الحروف ممكن تستخدمون حروف الفوم اللي تكون جاهزة، أو ممكن تكتبون الكلمة باستخدام الألوان، أو ممكن تزينون الباقي باستخدام ورود أو أي نوع من أنواع الزينة اللي متوفرة عندكم. يعني مو شرط شغلة الحروف، لكن أني لأنه عاملتها هدية لشخص معين فحبيت أنه حتى الاسم أكتبه. بالنسبة لهذه الورود أني استخدمت هذا النوع من القواطع الخاصة بعمل الورود اللي بهذا الشكل. اللي ما متوفرة عندها قواطع خاصة لعمل الورود ممكن يعني تعملها بالطريقة اللي تشاهدوها.
هذه الطريقة اللي ما متوفرة عندها قواطع خاصة بالورود، ممكن تعملها باليد بهذا الشكل. بعد هاي مسألة التزيين أو هذه الإضافات تعتمد عليكم وعلى المواد المتوفرة عندكم. فالمهم هنا أنا بعد ما كملته وطليته بطبقة من الورنيش صار بهذا الشكل. فممكن نقول إنه هذا هو الشكل النهائي لإطارنا أو لعملنا اليوم. إن شاء الله تكون هالفكرة نالت إعجابكم. إن شاء الله تطبقوها سواء بنفس الطريقة أو بإضافة لمساتكم الخاصة، إن شاء الله تنجح عندكم. ولا تنسون الاشتراك بالقناة لغرض مشاهدة المزيد من الأفلام التعليمية الخاصة بعجينة السيراميك البارد أو الأعمال اليدوية بصورة عامة. وانتظروني على الفيديو القادم، وشكراً.